نتاع سكنه ونتاع معناها اقامه معناها صحيح. انا تفكر الموضوع هذاك وتحل بنفس 100%. الوعود كبيره من الشركات البتروليه اللي في خلال الاسبوع هذا معناها باش توفي بتعهداتها وبليزونجاجمون جريديك مع الاتحاد التطوي معناها على اساس انا بدايه الاسبوع هذا معناها باش ياخذوا المنحه نتاعهم فهمني باش يخلصوا الناس. وفي اقصى الحالات في اقصى الحالات انا شرطت انا وما يكون انسالير معناها للاعبيه الكل لازم نشوفوا حل. نعرف كما كان يحكي مروان الظروف مش سهله فهمني. وثالثا معناها نعرف انا عشناها المواضيع هذه حتى قبل عشناها وانا ملاعبي وعشتها وانا من الكوتش وعشتها وانا جوار. نعرف اللي كي تلموا بعضهم الناس كلها وتجيبوا نتائج ايجابيه راهو التبليك نتاع اي بلاد معناها اي مكان تخدم فيه ما يخليكش معناها وقت اللي انت اونجاجي وقت اللي انت ما عادش عندك حل. وقت اذا كان عندك حل انا خطابي مع الملاعبيه ديما ذاك معناها كان عندك حل مرحبا. كان عندك حل معناها نتاع خروج نتاع تغيير فريق نتاع فتره نتاع ميركاتو نتاع بدايه موسم اختيار كذا. لكن اذا كان صحاح واذا كان ما فماش ظروف ماديه صعبه راهو الحل الوحيد هو انك باش تجيب نتائج. في ظل النتائج هذيك تنجم تحسن الظروف افضل فهمتني. سينو ما فماش حل اخر. اذا كان ثم حل اخر نمشيو فهمتني. واضح واضح. شكرا لك سي منير على تدخلك معنا ويعطيك الصحه على كل هذه التفاصيل وبالتوفيق ان شاء الله في تجربتك الجديده. نتمنى نشوفوا تطاوين تلعب كيما نفس الطريقه شفنا بها جرجيس معك حق طريقه ممتعه جدا. شكرا لك سي منير وبالتوفيق ان شاء الله. باهي سيدي ذا خلينا ناخذ من عندك تعليق. الجوله الرابعه مازلنا نحكيو على اقالات وتبديل مدربين. تو سي منير مهمه جديده. فخر الدين قلبي برشا كلمات على التخلي عليه. بكري اربع جولات باش نحكموا على مدرب. لا هو ماهر تو انا قبل ما نحكم على مدرب نحكم على اداره. يعني بالضبط لاعبين مش خالصين وقرافات. وتوا كان يحكي مروان قال رجنوها هو باش نكونوا واضحين. مضموش الهيئه حكيم الزحافي هو استقال. باش نكونوا واضحين. شوف سلام ما نلوموش الهيئه ما نلوموش علاش نلوموا المدرب مال. لا ما نلومنيش جي في راس شكون؟ المدرب. بالمدرب هل هو تشال على خاطر نتائج زي سيدي نتائج سيئه صحيح؟ انت علاش تخلي في روحك؟ وفرت له انت تو كان يحكي مروان سيستم اتحاد بن قردان باش يجي بدا سيزون ب 13 ملاعبي وباش يعمل ريكروتمون تاع تطاوين. تفكر قبل جمعه ماتش ترجي ما عندهاش ملاعبين. تو هذا كلام ما يترناوش اصلا فهمت يعني. تو هذا كلام وين كانت الاداره في الصيف وقت التحضير باش تحكي على استاجات باش تحكي على ريكروتمون باش تعمل الامور الماديه وقت تحكي مع مدرب وتعطيه وتوفر له شنو ملاعبين تترنى لا سلاير لا عنده حتى شيء. هنا مش معقول. هنا علاش نقول لك فما ملاعبيه اخويا انا عشتهم هذوما وريتهم. سامحني علاش نقول لك المدرب مسكين مسكين. المدرب التونسي دائما ينتحى على خاطر سو نتائج. يا اخي انت وين كنت في الصيف؟ انت وينه من ملاعبيه؟ انت وينه؟ باه ياما ما سمعناكش الموضوع هذا. المدربين وانت اقرب واحد اليوم وعشت وضعيه من النوع هذا ممكن في سليمان كيف كيف في الاوضاع ما عادش الماليه كانت وقتها كانت سليمان مع وليد جلاد وقتها كانت افضل الامور. لا اسمعني شوف كيما قال سي رضا معناتها سي رضا فني ويعرف الحلقه الاضعف في الكره القدم التونسيه هي المدرب. تشوفوا معناتها الاتوال الاتوال كلوب افريكان سي اس اس صار فيها معناتها في الصيف سنه كلها معناتها اخطاء اداريه مش اخطاء نتاع مدربين ولا اخطاء نتاع ملاعبيه. اللي تلعب على تفادي النزول وشفتوا معناتها مش تفادي النزول سليمان قفصه الكل معناتها ليزيكيب الكل عندهم مولعين من الانتدابات ومعناتها اخطاء اداريه كارثيه فهمت. اونترونور معناتها وبودو كات ماتش جي تحكم عليه معناتها انت كيفاش قيمته اش جبت له اش وفرت له اش عملت له بالضبط باش تقيمه اون بليس دو سا الشامبيونه مازالت طويله. بالنسبه للاتحاد بن قردان اتحاد بن قردان معناتها في اللي ريكروتمون معناتها كي تشوفهم من افضل اللاعبين الموجودين معناتها في الشامبيونه نتاع تونس. نتصور معناتها اتحاد بن قردان معناتها ترش الكمور نتاعو توي معناتها باش ينافس على الخمسه سته مرات معناتها تقولوا معناتها لي بلاس 5 6 4 كي عنده ليفيكتيف كيف باهي. بالنسبه للاتحاد تطاوين من اول ما بدات الشامبيونات وحكيم معناتها خويا وصاحبي معناتها ولد الجهه متصور حتى راه خدم بلاش معناتها عرفت غار على الجهه نتاعو وخدم معناتها معاهم باش جوست باش ينقذ ضحى يعني ضحى صحيح ضحى معناتها بالنسبه ليه معناتها جهته. توا منير راشد جاي معناتها
كلام 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 مروان معناتها لوجيك على الاخر معناتها كلام مروان لوجيك على الاخر. المشاكل الماليه والمشاكل سيرتو تقول لك مشاكل تاع سكن مطاوي تطاوين ملي نعرفها من اول ما بديت ما عندهمش مشكله تاع سكن. شنو المشكله تاع سكن هذه؟ ماش تحكي ماش تحكي ولا فلوس معناتها واحد انا ريت ظروف على عيني هنقولها ابار معناتها نحيو الاربعه الكبار راهو نحكي الرؤساء قاعده تعطي في فلوس من الاول وبعد تجبد روحك تقعد خمسة شهور فما جواريات خويا اربعه في بيت يشربوا فتاه تلا شنو كاسكرو تهريسه ياكلوا فيها جمعيات راهو جواريات في الرابطه المحترفه الاولى على عينيا وتاكسي تاكلوا فيها خمسه والمدربين اليوم اللي طيح في القدر والقيمات هاو علاش اليوم يتسبوا اليوم في الاستقالات خاطر المدربين اليوم يحبك يشدك نامبورت كي اي جمعيه اش كلمك المدربين زيد هم شحكي اليوم سامحني السيد علي ما تقولش عليه اليوم كمدرب كما نحكي تو سيمونير اليوم تعرف الوضعيه خايبه وتعرفها ما يجبش تتصلح انا كملاعب اليوم ما تخلصنيش نعيش في وضعيه خايبه بين رونتمون باش نعطيك ونقدين اربعه في بيت علاش نقول لك اليوم حتى اليوم منير راشد حتى كان لا قدر الله يعمل لك دو ماتش وتروح من قردين باش يعاود يضحي بيه اسلام ثم حاجه لهنا تري زابورتون كي نحكيو هكايا نحكيو زاد على السياسه الرياضيه نتاع نتاع الجمعيات بربي شوفوا جيراننا شوفوا جيراننا اش عاملين دقيقه خويا زين اقصر لي انا شنو هو الفرق ما بين باجا وجمعيات هذيم؟ ها الفرق شنو هو سي باجا تخدم او نيفو دو جون قاعدة تخدم وتطلع في ملاعبية أنا أخويا كل عام تطوين بن قردان نجيبوا 20 ملاعبي 20 ملاعبي منقلصهم شي يبعد وناقفوا عم جاي نجيب 20 ملاعبي هذا اللي يخلف مشاكل مالية نقول تطوين وبن قردان يا عايشكم أين التكوين؟ جيبوا مدير فني لليجان وجيبوا مدربين تاع ليجان باهين واخدموا الباز اللوطه اخدموا القاعده نتاعكم باش ما تقولش كل عام تجيبوا ب 30 ولا 20 ملاعب ودعمك كلامك للجهه هذيك بكلها مواهب كلها مواهب نسيت بقير ونسيت واد خلفه زوز والله صحيت شكرا ليك شكرا ليك سي علي كابر حضوركم معنا ايضا سي رضا براوي شكرا ليك عوده ميمونه ان شاء الله من وين تيجي بارك الله فيك شكرا كوتش يا من الزلفين يعطيك الصحه على الاضافات الفنيه اللي قدمتها لنا شكرا للكل في الاخراج اجمل تحيات اسلام المكتب